أهلا بكم مشاهدينا، موجز لأهم الأنباء. بداية، هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدبلوماسيين الجزائريين بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية. هنأهم عبر حسابه الرسمي تويتر، حيث كتب في مثل هذا اليوم من عام 1962 رفرفت الراية الجزائرية خفقة بين راية الدول ذات السيادة في مبنى الأمم المتحدة. الرئيس تبون دعا بالمناسبة الدبلوماسيين الجزائريين لصون الوديعة وحفظ الأمانة، أمانة الشهداء كما تمليها عليهم مهامهم. جددت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي تأكيدها على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة عبر تقنية التحاضر عن بعد، حيث تم الاتفاق على ضرورة استقطاب المزيد من الشخصيات السياسية والعربية والمنظمات الدولية من الشخصيات السياسية والفكرية العربية والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية. كما تم خلال الاجتماع قبول طلبات أعضاء جدد من اليمن والسودان والجزائر. أعلنت السبت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط شهيدين فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، من بينهم 3 إصابات خطيرة، وذلك خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في وقت سابق من صباح السبت بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت مخيم جنين وحصرت منزل الأسير المحرر صالح أبو زينة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابات العشرات بحالة اختناق في وقت منعت فيه قوات الاحتلال الصحافة والمسعفين من دخول المخيم. في تشاد اختتمت بالعاصمة نجاميا جلسة الحوار الوطني الشامل التي انطلقت قبل أسابيع بعد إرجائها عدة مرات. وسمى الحوار الجنرال محمد إدريس ديبي رئيسا لمرحلة الانتقالية تستمر عامين تمهيدا لإجراء الانتخابات، وذلك بعد 18 شهرا من تسلمه الحكم على رأس المجلس العسكري الانتقالي. وفي كلمة له خلال اختتام الفعاليات قال ديبي إن التحدي المشترك الذي يواجهه التشاديون اليوم هو بث حياة جديدة في البلاد، مؤكدا أن المشاورات قد حققت أهدافها. مشاهدينا، ختام الموجز في أمان الله.